يصادف هذه الأيام عيد القديسين بولس وبطرس، والذكرى 88 لإنشاء أول كاتدرائية للروم الكاثوليك في جبل الويبدي بعمان، حيث بنيت هذه الكنيسة عام 1931 بجانب كاتدرائية فيلادلفيا القديمة التي تعود إلى القرن السادس الميلادي. وتعتبر كاتدرائية الروم الكاثوليك أول كاتدرائية في عمان، حيث رافقت نمو البلاد التاريخي والحضاري في عهد إمارة شرق الأردن، كما ظلت محط اهتمام ورعاية الهاشميين منذ عهد المغفور له الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه. وهي اليوم تعتبر شاهدة على حضور عربي مسيحي في الأردن منذ 14 قرناً. من الكنيسة الأولى من أم الكنائس الكاتدرائية الأولى في عمان، أم الكنائس لأنها أولى كاتدرائيات كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك. هذه الأبرشية التي أنشئت بقرار من الكرسي الرسولي في 2/5/1932 أصبحت عبر الأردن شرق الأردن كاملة، أصبحت أبرشية مستقلة. وفي 5 حزيران 1932 سيما الأب بولس سلمان مطراناً رئيس أساقفة لهذه الأبرشية بوضع يد وبركة المثلث الرحمات البطريرك كيرلس مغبغب. هذه الكنيسة أم الكنائس أيضاً لأنها بمحاذاة الكاتدرائية الأولى كاتدرائية فيلادلفيا من القرن السادس الميلادي، هذه التي كانت معلماً في تلك الحقبة، معلماً بارزاً في عمان بالإضافة إلى جبل القلعة وإلى المدرج الروماني، والكاتدرائية الأولى. هذه الكنيسة الآن تستحضر في حاضر عمان المدينة الأولى الأردنية الأولى، وحاضرة المدن تستحضر التاريخ والثقافة وتستحضر القداسة. مر هنا في هذه الكاتدرائية أساقفة وكهنة قديسون كتبوا في سجلهم، صنعوا أرشيفاً نفتخر به، كانوا عمالقة في الحب والروح، وكانوا عمالقة في ثقافتهم وفي حبهم لهذه الأرض. ويموت المطران الأول المطران بولس سلمان في 30 حزيران 1948، مات هنا في الوطن الذي أحبه هذا الدمشقي الأصيل، وأصر أن يدفن هنا في باحة الكنيسة في الأرض التي أحبها وعشقها، الأرض التي كتب كتاباً يعتبر نادراً ومرجعية حقيقية لحقبة بداية المملكة الأردنية الهاشمية وما قبل التأسيس. فنشر كتابه الشهير 5 أعوام في شرق الأردن عام 1929. هذه الكنيسة تحمل اسم الرسولين بطرس وبولس، كانت شاهدة وستبقى شاهدة على حضور مسيحي في هذه الأرض المقدسة التي تتأكد فيها كل يوم العلاقة الحميمة ما بين أبناء كنيستنا وأرضهم ووطنهم وروحهم المسيحية الكاثوليكية الأردنية. فكل عام وكنيستنا
وأهلنا في هذا الوطن، كل الوطن، بألف خير.